نشكر سيادة الرئيس اللي شرفني مقابلته اليوم. كما تعرفوا كنت جاي باش نسلم له القائمة نتاع الحكومة. خيرت كوني ما نسلمهاش اليوم للبحث على مزيد من التوافقات. صارت التشكيلة. التشكيلة اليوم كانت في الحوار الوطني. كان فيه بعض النقاشات خاصة حول الحقيبة الأمنية. الغاية منه كنا نحب نلوجوا توافق أوسع ممكن، لأنه كما تعرفوا في الفترة هذه المسألة الأمنية مسألة مهمة جدا. إن شاء الله الحوار متواصل. حبينا زادة كيف يكون فما المسارات تمشي مع بعضها. سيد الرئيس كما تعرفوا حسب القانون المؤقت للسلطات العمومية باش يقوم من عضو مشاورات أخرى، قد يقع تكليفي وقد يقع تكليف شخص آخر. إن شاء الله ما فما كان خير. اللي حسسته من خلال المشاورات المدة الأخرى كونه فما عزم من جميع الأطراف على إيجاد حلول. ماناش بعيدين على الحل. بقات تبدا بعض التروشيكات، ان شاء الله نتوصلوا لحلها في اقرب وقت، وان شاء الله ما فما كان الخير.